انتشر في أواخر سنة 2019 في الصين فيروس الكورونا المستجد، واللي بيعتبر نوع جديد من فيروسات الكورونا. الكورونا بيسبب أمراض بتبدأ من نزلة برد وبتوصل لمتلازمة تنفسية حادة. عشان كده لو أنت شخص مخالط لمريض كورونا لازم تتبع الإرشادات دي لمدة 14 يوم. حاول ما تخرجش من البيت طول فترة العزل، وخصص مكان منعزل في البيت تكون تهويته كويسة، خصوصاً المساحات المشتركة. اغسل إيدك دايماً بالمية والصابون لمدة 20 ثانية. حاول تتجنب الزيارات بأنواعها. قلل الانتقال من مكان العزل لمكان تاني. البس الكمامة بشكل صحيح ورميها في كيس مقفول بعد الاستخدام. غطي الفم والأنف بمنديل لو بتكح أو بتعطس، واغسل إيدك بعدها بالمية والصابون. ما تشاركش أدواتك الشخصية المنزلية مع حد تاني زي الأطباق والكوبايات. أكل الوجبات بعيد عن أفراد الأسرة وحافظ على المسافة بينكم. امشي على نظام غذائي متوازن تكون دهونه قليلة. اشرب مية دافية بدل المشروبات الباردة. ما تستخدمش المضادات الحيوية بشكل مستمر. وتابع درجة حرارتك كل 8 ساعات. لو ظهر عليك أو على أفراد أسرتك أعراض زي صعوبة في التنفس، الاختناق، ضيق التنفس بعد أي مجهود، ارتفاع درجة الحرارة والكحة، لازم تستشير الطبيب أو اتصل بالخط الساخن 105. وللسلامة العامة، لو هتروح أقرب مستشفى حافظ على لبس الكمامة وابعد عن المواصلات العامة والزحمة. ولو عايز معلومات أكتر ادخل على الويب سايت www.care.gov.eg.